السلام عليكم ومرحبا بكم جديد على قناتي وقناتكم سميرة كويزين. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم ان شاء الله بعيد على الوصفات نتاع المطبخ، غادي نمشيو ان شاء الله في واحد الجوله خفيفه ظريفه في دايت رومي اللي هي واحد المنتجع قريب بزاف من مدينه الخميسات اللي هي المدينه ديالي، كيبعد على الاقليم ديال مدينه الخميسات ب 15 كيلومتر. كما كتشوفوا الاجواء رائعه جدا، الطبيعه زوينه بزاف. كنتمنى يا ربي الفيديو ديالنا ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم وتستمتعوا معنا بهاد الاجواء الزوينه بزاف. واكيد الى عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو مشكورين مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل باش تعم الفائده للجميع. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله اليوم غادي نتقاسم معكم واحد الخريجه خفيفه ظريفه. جينا مع العشيه لهنايا الدايت رومي، المنتجع الوحيد واقيلا اللي كاين في الخميسات، ماشي واقيلا مؤكد، ما كاينش شي بلاصه اخرى، كاين السد ولكن بعيد. المهم هي اقرب حاجه ممكن بلاد ما يخرج يفوش فيها هي الدايه ديال رومي. الدايت رومي كتبعد على اقليم الخميسات بواحد 15 كيلومتر. كتشوفوا راه في البدايه ديال الفيديو شفتوا درنا دوره عليها كامله، كاين اللي كيجي الصباح هنا كيضل النهار كامل نجيبو وليداتو يفوج. للاسف عاوتاني الناس باقي كيرميو لا بوبيل في الارض والهيكل كثير، المهم ما صورتوش ليكم. شفت واحد الجمعيه في الفيسبوك داروا حمله ديال التنظيف جوج المرات، واقيلا اللي كيجيو كينظفوا هنا وباقي الناس هما الله يهدي ما خلقوا صافي. هادي كاين داك الجهه الفصل اللي ملهيه فيه شجر فيه الظل، ولكن كيجي شويه مغول. اللهم بنادم يجي هكايا بلاصه فيها شميشه. كما درت في أقل ما مزق زاجيت حدا الماء هنا الناس اللي كيبغيو يمارسوا هوايه ديال الصيد راه كيصيدوا. يعني الضيه فيها الحوت اللي كيكبر في الواد، يعني في الماء الحلو ماشي المالح. والحاجه راه جالسه. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظك الوالدة. نهبط من هذيك الهبطة، هنا كاينة الغابة وهنا كاين المنظر زوين لتحت كاين
المنظر ديال الماء، كريب ضيط رومي. الناس اللي كيمارسوا الهوايه ديال الصيد، صيد الاسماك. والغروب ديال الشمس واحد المنظر رومانتيك. والله هذه الشعب شي شويه كنشوفو السيكات والحس على الماء. البوستيرا غزالة. كبيرة في المساحة ديالتها، جنبها هنا كاين القصب، كاين الشجر. ديك الجهة اللي كنا فيها قبيلة يعني كتصلح للناس اللي بغاو يعوموا، ما فيها الشجر، ما فيهاش، فيها لي سباس هكايا باش يعوموا الناس. وديك الجهة اللي كتشوفوا قدامكم حدا حدا الشميشة، تما كاين لوطيل مشهور، لوطيل ديال الدايت رومي، هو لوطيل الوحيد اللي كاين في هاد المنطقة هادي. ومن بعد كاين الفضاء العام كيجي ليه كلشي. هاد لاكوتيجة زوينة قاش فيها الشجر. وهذا هو المنظر اللي هبطت عليه وديت باش نصورو لكم. كتلاحظوا وصلت هكا الوقيته ديال الغروب ديال الشمس، كنكونوا دوزنا واحد العشيه اللي زوينه بزاف. كنتمنى حتى نتوما تكونوا فوجتوا معنا. ما بقى ليا في النهايه الا نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، ونضرب لكم موعد فيديو قادم باذن الله. كنقول لكم استودعكم في حفظ الرحمن، ومع السلامه.